السلام عليكم شباب، كيحكم بخير. الطبخ ابداع. شوفوا انا دابا عندي واحد المسمله، شو واحد المسمله هذه. هذه المسمله عندها 50 اقسم بالله، هي 5 ايام عندها. شفت من عند اخت سعيده الجمعه، السبت الاحد الاثنين الثلاث، 5 ايام. المهم كانت في الثلاجه وكل شيء، راه باقا. ها انتم غادي تشوفوا دابا اش غادي ندير بهذه المسمله. هذه المسمله غادي نسخنها في الميكرووند بعدا. اول فيما الواحد يبغي يطيب شي حاجه يقلب في الفريغو، سبحان الله تكون شي حاجه باقه يدوز حتى هي باش ما تخسرش. اذا انا ديك النهار حليت واحد قرعه ديال المطيشه، درت بها اسم سباغيتي، باقا مزيانه. اذا خرجها اليوم باش نديروا بها شي حاجه باش ما تضيعش. اش غادي نديروا بها؟ غنديروا بها اومليطا، اومليطا بمطيشه وشومبينيون. حنا درناها مطيشه وشومبينيون هنا، شومبينيون وسمو والبيض سمعوا ليا وسمو، وغادي نديروها نطيبوها، غنديروها فوق المسمله وغادي تشوفوا. بقاو معنا. هانتوما كتشوفوا درنا اومليطا، خلطنا مطيشه شومبينيون والبيض، ملحه، كمون، بزار، شويه سكينجبير، ونديروها فوق هذه. بسم الله. فوق الزيت شويه ديال زيت العود ديجا سخون، ونستنى واحد 5 دقائق. هاكي خصنا نجهدو عليها شويه ونغطيوها. فوالا، ها نتوما شفتو، غادي نشدوها واش نقلبوها فوق هادي ولا لا. يب لا، نشوف واش غادي تصدق ولا لا. ويلي 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 ويلي، صدقات. حنا خصنا نسونطريوها. هاهي هاهي، صدقات. شفتوها بسملة فوقها اومليطا. يا سلام يا سلام، نقدرو نغطيوها. المهم انت ديك الساعة غادي دير داكشي اللي بغيتي. الى هاكا تحطها وضرب، هذا ما كاين. الكروسيطا تعطيها سميه. اذا هاد نعطيو السميه لهاد الروسيطا هادي، مسمله سعيده ديال 5 ايام.